وصول دولة الرئيس نبيه مصطفى بري رئيس مجلس النواب بجمهورية لبنان الشقيقة، ودولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس وزراء جمهورية لبنان الشقيقة في هذه الأثناء. يصل دولة الرئيس نبيه بري ورئيس وزراء جمهورية لبنان الشقيقة دولة الرئيس نجيب ميقاتي لتقديم واجب العزاء سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مستقبلا دولة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب بجمهورية لبنان الشقيقة، ودولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس وزراء جمهورية لبنان الشقيقة، حيث يقدمون واجب العزاء لسموه حفظه الله ولأسرة آل الصباح الكرام في هذه الأثناء. إذن وصول دولة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب بجمهورية لبنان الشقيقة، ودولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس وزراء جمهورية لبنان الشقيقة، وهذه العلاقة التي تجمعنا بأشقائنا في جمهورية لبنان لا شك أنها انعكاس لطبيعة علاقة دولة الكويت بالدول العربية من جهة، والخصوصية التي تجمع الكويت بلبنان على مر العديد من السنوات. جمهورية لبنان الشقيقة هي إحدى الدول التي ترتبط بالكويت بروابط أخوية، بالإضافة إلى الروابط الدبلوماسية كونها إحدى دول جامعة الدول العربية من جهة، ومن جهة أخرى العلاقة الوطيدة التي تربطنا جغرافيا مع جمهورية لبنان الشقيقة ومع الإخوة في جمهورية لبنان، والقرب الذي دائما ما مثلته القيادة في لبنان على مستوى الرئاسة أو رئاسة الوزراء أو رئاسة مجلس النواب، وهذا التاريخ الذي يربطنا بأشقائنا في جمهورية لبنان، وهذا الحرص الذي يشكله هذا الحضور لدولة الرئيس نبيه مصطفى بري رئيس مجلس النواب بجمهورية لبنان الشقيقة، ودولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس وزراء جمهورية لبنان، لا يعكس هذا العمق في علاقة الدولتين ببعضهما البعض، وهذا الحرص على مؤازرة الكويت في هذا المصاب بفقداننا لأميرنا الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خصوصية لا شك أن لها مدى تاريخي، فجمهورية لبنان دائما وأبدا ما كانت تقف إلى جانب أشقائها في الكويت، وكذلك على مستوى القيادة في لبنان. نستذكر هذا القرب وهذه المحبة، ونستذكر أيضا الموقف اللبناني البطل، حيث كانت أولى الدول التي استنكرت الغزو العراقي لدولة الكويت في عام 1990، مطالبة الغزاة بالمغادرة الفورية وعدم شق الصف العربي. هذه الدولة التي نتشارك معها تاريخا عربيا، ونتشارك معها تاريخا محبا للسلام، ونتشارك معها بمحبة دائما ما كانت تجمعنا بالأشقاء في لبنان، فغير مستغرب هذا الاهتمام وهذه المشاركة
من قبل دولة الرئيس نبيه مصطفى بري رئيس مجلس النواب بجمهورية لبنان الشقيقة، ودولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس وزراء جمهورية لبنان الشقيقة كامتداد طبيعي عفوي للأشقاء في لبنان، وهذه المحبة التي تجمعنا وإياهم هنا في الكويت، وهذا الحضور الذي يشكل عمق ورساخة العلاقة بين الكويت ولبنان. نتابع إذن مغادرة فخامة دولة الرئيس نبيه مصطفى بري رئيس مجلس النواب بجمهورية لبنان الشقيقة، ودولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس وزراء جمهورية لبنان الشقيقة في القاعة الأميرية للمطار الأميري بعدما قدما واجب العزاء بفقيد الكويت أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله رحمة واسعة.